ترسم صورة في ذهنك عن النبي معينة، لكن عندما تقرأ التاريخ النبوي في كلمات أهل البيت فإنك ترسم ماذا؟ صورة أخرى مغايرة. أجيب لك مثال. الآن أنت من الصغر وأنت تسمع في المدرسة وغير المدرسة: يا أيها المدثر هو رسول الله، يا أيها المزمل أيضا من؟ رسول الله. لماذا مدثر؟ لماذا مزمل؟ لأنه عندما كان ينزل عليه جبرائيل كانت تصيبه رعدة وحالة من الخوف، فكان يتزمل ويتدثر خوفا من جبرائيل أو تأخذه هيبة جبرائيل. هذه الصورة اللي قرأناها لولا، هذه الصورة التي سمعناها لولا. لكن تعال إلى أحاديث أهل البيت. إمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه سئل عن الغشية التي كانت تصيب رسول الله صلى الله عليه وآله: أكانت تصيبه حين يهبط عليه جبرائيل؟ شنو جاوب الإمام الصادق؟ قال: لا، إن جبرائيل إذا نزل على رسول الله صلى الله عليه وآله كان لا يدخل عليه حتى يستأذنه. إذا ما يأذن إلى النبي يرجع من حيث أتى، لا يدخل عليه حتى يستأذنه. وكان إذا دخل على رسول الله، شوف الإمام الصادق شو يقول: وكان إذا دخل على رسول الله يقعد بين يديه قعدة العبد. جبرائيل من يدخل على النبي يقعد بين يدي النبي قعدة العبد الذليل بين يدي مولاه. أجل هذه الغشية ما هي؟ يقول الإمام الصادق: وإنما كانت تصيبه تلك الغشية إذا كانت مخاطبة الله له مباشرةً.